عقدت جمعية الجهاز الهضمي وتحت رعاية مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحماشنة المؤتمر الوطني الأردني المصري الأول، وبحضور عدد كبير من الأطباء المصريين وعددا من الأطباء العرب والأجانب. أحمد جواد يضعنا في تفاصيل هذا المؤتمر. سعيا للارتقاء بمنظومة الطب في المملكة والوطن العربي، عقدت جمعية الجهاز الهضمي وتحت رعاية مندوب مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب شوكة التميمي المؤتمر الطبي الأردني المصري الأول، وبحضور ما يقارب 30 طبيبا مصريا وأطباء عرب وأجانب. رئيس الجمعية الدكتور يوسف العجلوني بيّن أن هذا المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على أمراض القولون المزمنة والقرحة، مبيناً أن المملكة من الدول المتقدمة في علاج هذه الأمراض. إحنا في الأردن صحيح واصلين لتقدم كثير قوي في هذا الاختصاص، لأنه من حوالي 17 سنة بدأنا ننظر لهذا الاختصاص بقوة. أمراض القولون الالتهابية التقرحية هي أمراض مزمنة تصيب المريض، تصيب القولون، تصيب الأمعاء الدقيقة، هي تصيب من الفم إلى آخر الجهاز الهضمي. مرض مكلف، المريض يحتاج إلى علاجات بيولوجية في بعض الأوقات وهي مكلفة جدا، بحاجة إلى دعم. المريض ممكن من بسبب الحالة المزمنة أن يعاني من أعراض نفسية، لذلك إحنا بحاجة لدعم للمريض من الناحية الطبية والناحية الاجتماعية. من الجانب المصري، أكد الأستاذ الدكتور رضا الوكيل أن هذا المؤتمر وضمن أهدافه يسعى لتبادل الخبرات الأردنية المصرية فيما يخص أمراض الجهاز الهضمي. إحنا لا نقل إطلاقاً عن المستوى العالمي من حيث المعرفة بالأدوية الحديثة، ومن حيث توفر ما يسموه البيولوجيكالز أو الأدوية البيولوجية الحديثة اللي موجودة، اللي بيبقى ليها دور في علاج الحالات المقاومة للعلاج بالكورتيزون ومعدلات المناعة. الحقيقة البيولوجيكال ثيرابي متوفر في المنطقة العربية بالتحديد في مصر وفي الأردن، ولكن كما ذكرت المفروض ان احنا نحدد هدفنا، التارجت بتاعنا امتى هنستخدمه وبأي جرعة وإلى أي مدى ومين المريض اللي هو بيكون بيستحق مثل هذا العلاج، علشان لا نهدر الموارد في مثل هذه الأدوية المكلفة والغالية. المؤتمر والممتد ليوم غد يناقش الكثير من الأمور، أهمها الأدوية المعطاة للمريض والفائدة المرجوة منها، بالإضافة إلى مناقشة طرق العلاج الحديثة لأمراض الجهاز الهضمي المزمنة.